جميعا هناخد النهارده مع بعض موضوع مهم جدا وبحتاجه في التدريب وهو المساعدات. انا عندي انواع مساعدات كتيره جدا، في منها الشائع وفي اللي هو قليل الاستخدام. هناخد النهارده اول حاجه قليل الاستخدام اللي احنا ما بنستخدمهاش دايما مع انها مفيده جدا وبتسهل على الطفل الاستجابات. لو انا جيت بصيت على هنا ده قدامي مجسم ومجسم بقتيني اسد، فهو قدامه في الحجم الاكبر اللي هو الاسد فهيختار الحجم الاكبر. طيب انا لو جيت بصيت على الالوان كده انا ميزته من حيث اللون، هنا اصفر وهنا اصفر لكن اللون ده مختلف، فبقول له اعطيني جزر فهيعطيني الجزر اللي هو لونه مختلف لان الالوان كلها اصفر لكن هو ده اللون المختلف، فده اللي هيجذب انتباه الطفل فهيبدا يعطيني الجزر ده. تمام. انا ممكن كمان ان انا اقرب الحاجه بالنسبه للطفل، يعني انا دلوقتي عايز ادرب على موز فبحط الموز اقرب الى الطفل واقول له عطني موز، فبيعطيني موز لان هو اقرب حاجه موجوده للطفل سواء كانت من ناحيه الايد او المكان. طبعا بعد كده المساعدات الاكثر شيوعا وهي المساعدات الجسديه. لو انا بدرب الولد على مهاره معينه او الطفل على مهاره معينه بدربه اول حاجه بمساعده كليه، ان انا بمسك ايد الطفل واساعده ان هو يعمل المهاره. مثلا انا بدرب الطفل على الكتابه بمسك ايد الطفل ان هو يكتب، بعد كده ببدا امسك من هنا واساعده ان هو يتحكم في القلم هو بايده، بعد كده ببدا امسك مساعده من هنا وان هو يكتب. عندي بعد كده النوع الثاني اللي هو المساعدات اللفظيه، وعندي بتنقسم الى مساعدات كليه ومساعدات جزئيه. ها لو انا بدرب على طياره، ها طياره بدرب عليه كلمه كامله، بعد كده المساعده الجزئيه بقول له طيار وهو يكمل، بعد كده بسحب خالص وبقول طا وهو يقول الكلمه لحاله. بعد كده عندي النوع الثالث وهو المساعده بالنمذجه. النمذجه ده عباره عن انا بعمل نموذج قدام الطفل وهو النموذج ده او النشاط ده قدامي، بعد كده بعمل نشاط كامل وهو يعمل النشاط زيه. بعد كده المساعده بالنظر، انا هجيب كرت معين قدامي وبقول للطفل اعطيني دجاجه وعيني بتروح على الدجاجه، فالطفل هينتبه لنظره عيني للدجاجه فهيعطيني دجاجه. تمام. لو انا بدرب على الطفل يعطيني عصفور فانا بقول له اعطيني عصفور فهو اعطاني دجاجه، فانا هعمل له ايه بقى كده او ان انا اعمل له براسي كده، وهو ده النوع الخامس. وكده يبقى احنا خدنا المساعدات. نكون انهينا الفيديو بتاعنا وان شاء الله هنتظركم في لقاءات تانية. استنونا، مع السلامة.